أعزائي، كيف حالكم؟ إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ نعم، كانت أيسلندا. اليوم سنسافر إلى مكان أبرد من أيسلندا بكثير جداً. سنسافر إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي. هل تعرفون من يسكن فيهما؟ هيا نتعلم ونحن نسافر معاً. إذن هل نسافر الآن مباشرة؟ هنا القطب الشمالي وهنا القطب الجنوبي، لونهما أبيض لأنهما متكونان من الكتل الجليدية. يسكن الدب القطبي في القطب الشمالي وهو أكثر حيوان معروف لكم. هل تعلمون أن الكتل الجليدية تذوب باستمرار بسبب الاحتباس الحراري؟ تصبح حياة الدب القطبي أصعب تدريجياً مع ذوبان الكتل الجليدية. كل منا يجب أن نبذل الجهود لأن مكان سكن الدب القطبي يختفي مع ذوبان الكتل الجليدية. هذه صورة الدبين يحتضنان بعضهما البعض بشكل دافئ. أشعر بالدفء في قلبي برؤيتهما فقط. هذه صورة الثعلب القطبي، إنه أبيض مثل الثلج وجميل، ربما لأنه تمتع بأشعة الشمس. من هؤلاء الأصدقاء الذين في الصورة؟ نعم، البطريق. يسكن البطريق في القطب الجنوبي. تجمع الكثير من البطاريق لطيف جداً. من هذا؟ نعم، إنه حوت. البحر الأزرق والسماء جميلان جداً. هذا عجل البحر، ابتسامته محبوبة ولطيفة. آخر صورة هي صورة كتل جليدية رائعة. واليوم سنرسم معاً هذه الكتل الجليدية والدب القطبي والبطريق. هيا بنا! أولاً سنرسم الأرض، وبعد ذلك سنرسم الدب القطبي في الوسط والبطريق في الجانب. الآن انظروا فقط. نرسم الصخور أيضاً ونرسم الكتل الجليدية عن بعد في الوراء. هيا نرسم الدب القطبي في الوسط والبطريق في الجانب. وهنا سنرسم بطريقين صغيرين.
وجه الدب القطبي، الجسم، الأرجل، وجه البطريق، الجسم، اليدان، الذيل والقدمان. نعم، الآن حاولوا أنتم أيضاً. إذا انتهيتم الآن، نرسم بشكل تفصيلي.
الآن نرسم بشكل أكثر رشاقة. إذا انتهيتم، هيا نمسح الخطوط التي رسمناها بشكل خفيف. عندما لا تمسح الممحى جيدا بسبب اسودادها، يمكننا قطع جزء صغير منها بالقطر هكذا ونمسح به. الآن لونوا بحرية كما تريدون. نعم، قد اكتمل كل شيء. نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ هل كانت ممتعة؟ أنا أيضاً استمتعت بها جداً. لا نستطيع أن نقابل حيوانات تسكن في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي في الواقع، ولكن من الجيد أننا نستطيع أن نلتقي بها عن طريق الرسم. شكراً لكم على أنكم أكملتم المحاضرات حتى نهايتها. تطلعوا إلى المحاضرات القادمة
لآتي فيها بحكايات أكثر متعة. إذن إلى اللقاء مرة أخرى يا أصدقائي، مع السلامة.